قلت لك بيت الايجار كلش مناسب وعلى قد كم مونيته. يا الله قل لي ايه بس بمشكله. شنو هي المشكله؟ هو مشترك. مشترك؟ اي نعم. يعني شنو يعني مال ورثه لو شنو؟ لا لا مو مال ورثه، مشترك يعني انا اقول لك هو هذا البيت بي باب وحده. اي يعني تفتح الباب تسلم على الجيران يمك وتصعد فوق. يعني ها يعني قصدك اكو ناس جوا وباب وحده واحنا فوق؟ بالضبط. ها يعني من افوت يعني لازم اسلم عليهم و... بالضبط. اي يلا احنا ان شاء الله اهل. اهل شو سوى هاي؟ اي بعد 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 يعني بمواصفات حلوه همينه. الحمام مشترك يعني حمام مشترك يعني من انت تليف لازم الصابونه عندهم. خلي بالك زين. ها يعني زين اذا انا ليفت هو ينظف لو شنو؟ لا يعني قسموا اثنينكم يعني اثنينكم تسبحون ها قسم الوقت مو مشكله يعني الا نسبح بنفس الساعه.